السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت نوجه كنصيحة للاعب اللي كان سهران بعد مقابلة لاعبين، مش هو لاعب واحد لكن اللاعب اللي تكيف الشيشة. كنصيحة، أخطيك من الضمان هذا وراك تحطم في مستقبل نتاعك بيدك، راك تحطم في المسيرة الكروية نتاعك بيدك. الطريق هذه نهايتها باينة. إلا حبيت تشوف ضحايا بطول في الكوكايين، راك تحطم في المسيرة نتاعك بيدك، وانت لاعب محترف، والاحتراف يمنع عليك السهر بالطريقة هذه. راك الظروف الصحة نتاعك وراك الظروف المسيرة الكروية نتاعك. هذه كنصيحة، لأن اللاعب هذا محبوب من الجماهير الجزائرية، لأنه خرج من البطولة الجزائرية ولا بطولة الكوكايين إلى أوروبا. إذا حذاري. نرجع خوتي لموضوعنا. موضوعنا أن الجماعة الزطشي وحداد وكذا عرفوا بلي الأمور أصبحت خرجت من يديهم، أمور أصبحت خطيرة، بدرجة أنه معلق الشهير والإعلامي الشهير حافظ الدراجي قال باللي أمور راهي جدية، والملف وصل للفيفا بالفعل، والفيفا التقارير هذه الصحفية والتقارير اللي وصلتها راح تبعث الاتحادية الجزائرية للاستفسار، وتنتظر رد الاتحادية الجزائرية. الاتحادية الجزائرية ما عندها حتى رد، رد نتاعها باللي كلش مزور. وقال باللي المنتخب الوطني ماهوش راح يتعاقب، يعني المنتخب الوطني في حالة واحدة ما يتعاقبش، لو انا قلت سابقا كاين عقوبات على المنتخبات الوطنية، من بينها هي التجميد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ايضا قلت باللي ممكن يعاودوا الانتخابات، في حالة واش يعاودوا الانتخابات، لو اول شيء في حاله واش يتعاقب المنتخبات الوطنيه لما يراسلوا يطالبوا باعاده الانتخابات، ورئيس الاتحاديه كما نقولوا حنا يخش راسه، كما نقولوا حنا يرفض هذا الشيء ويتعنت، التعنت هذاك نتاعو راح يجرنا الى عقوبات صارمه. من بين هذه العقوبات هي تجميد الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. تجميد كما قلت سابقا هو يعني إقصاء كامل المنتخبات الوطنية، كافة المنتخبات الوطنية هي مقصية، كل الأندية الجزائرية هي مقصية. هذا في حالة إذا تعنت واسمه رئيس الاتحادية خير الدين زطشي ومن معه. الشيء الآخر هو في حالة ما تعنتش زطشي وراح كما نقوله مع الفضيحة تاع التصوير راح، هذه الحالة يتم إعادة استدعاء اللجنة تاع الانتخابية ولجنة الترشيحات وإعادة الانتخابات واستدعاء بعمر، يعني نعاودوا مسلسل 2000 ونهاية مع مسلسل 2017، يعني كل شيء تعاود. هذا السيناريو المحبذ، هذا السيناريو المقبول واللي فيه أخف الأضرار ومقبول، يعني وما يضرش المنتخب الوطني وما يضرش الأندية الجزائرية وكافة المنتخبات الوطنية، ما تضررش من هذا القرار، هذا اللي قرار حكيم. لكن هذا الامر ما يخدمش حداد وجماعته. حداد الان راه يوجد في مترشح اخر، يعني انا اذا رحت اذا بعتوني من الاتحاديه كاين الخليفه نتاعي، وانا بطريقه اخرى نبقى. هو صرار الفاشل بالنسبه لي، افشل رئيس نادي في البطوله الجزائريه، رغم انهم كل فاشلين، لكن صرار عليه فاشل. صرار عنده كل الملايير، عنده الاموال، عنده المصالح، يعني عندهم المعارف، عندهم كلش، الياسمه ما دارت والو. اتحاد العاصمه ولا لقب، اذا تحسب البطوله هذه لقب، هذه كشيء اخر. البطوله هذه اللي مشكوك فيها، بطوله الانحراف، بطوله واد كنيس، بطوله الكوكايين، سموها كما تسموها اخوتي. صرار اتحاد العاصمة قال لهم نقلبها فريق برشلونة، ونقلبها وندير
خرج والو. البطوله العربيه فضيحه، كوب دو لاكاف فضيحه، شامبيونز ليغ فضائح، ما كانش. الله غالب. هذا الانسان اللي فشل في اتحاد العاصمه حابين يسوقوه باش يروح للاتحاديه، لانهم يخدم مصالح حداد. وحنا رانا نزيد نقدموا خطوه للوراء، ماناش نقدموا خطوه للامام، رانا نرجعوا خطوه للوراء. ثم نحيوا زادشي ونرجعوا سرار، ما درنا والو. قال له راحت ودنا، قال له هاي ودني، يعني باقي نفس الحكايه. نحي زادشي يدير سرار، يعني موسى الحاج موسى. كان حتى حاجه تبدلت. رئيس الاتحاديه اذا تمت اعاده الانتخابات من طرف الفيفا لازم يكون انسان حيادي. اش معناها انسان حيادي؟ يكون ما عنده حتى علاقه باي فريق، زيد سرار كاينه حاجه، كاينه فضيحه تاع اللي فجرها، متورط فيها سرار، اللي فجرها رئيس اتحاد بسكره ساعو وقال ربعه البعيد كي عاد القضيه فيها حداد وتعرفوا كذا طفوا الضوء، تالي كان قادر يروح معاه البعيد وكان يتورط. هذا ما يقدرش يمسك الاتحادية، ما بقاش دوكا حداد يحكم ولا زاتشي يحكم، صاي القانون هو اللي يحكم. القانون يقول ديغاج، يقول ديغاج، ارحلوا. القانون يقول باللي راكم فشلتوا. القانون يقول باللي راكم جيتوا بالتصوير من قبل الوزير الرياضة السابق ولد علي، جيتوا بالتصوير وروحوا. الآن لما فيفا ترسل الفاف والفاف وما تقدر تجاوب، بعدها تتاكد فيفا ان الوثائق وصلتها، هذا بكلام حافظ الدراجي اللي قال بلي راهي صايي. اذا اعاده الانتخابات لازمنا الجمعيه العامه واعاده الانتخابات انسان اول شيء يكون نزيه، اول شيء ما عندوش هذه المشاكل هذه اللي صرات له، ولا عنده شكوكات، ولا عنده دوسي قديم، ولا ما كانش، يكون حيادي. باش تنجح الاتحادية لازم يكون حيادي، ما يكونش رئيس فريق. وكاين الكفاءات اللي قادرة تمسك الاتحادية وتوصلها لبر الأمام، ماهوش رئيس فريق. أنا قدر قبل سابقا تكلمت على عنتر يحيى، إنسان مثقف، إنسان رياضي، لاعب مشهور، لاعب كبير، يقرأ في المانجمنت، يعرف التسيير، يخدم في الأندية الفرنسية. هذا ما تجيبوش رئيس اتحادية، ما لا واش تحوسوا حابينها سرار باش نعود من فضيحة لفضيحة. لياس ما مقدرش يسيرها، ما تجيب له ولا تيتر، نجيبوه للاتحادية. نبقاو نفس المشكلة ندورو فيها، نفس النفق المظلم. زرتشي جا يخدم مصالح البارادو، يجي سرار زد يخدم مصالح لياس، ما رانا واصلين والو، رانا واصلين نفق مظلم. مادام جا الحراك الشعبي هذا، حراك الثورة هذه مجيدة، هذه الثورة البيضاء السلمية، كامل يروحوا كما يقول خونا يتنحاو كاع، كامل يروحوا. فشلت روح ما ما سماح دنيا وآخرة، رغم انهم مفروض يتحاسبوا، خاصة التصوير فيش تمسخير. العدالة كامل يعقبوا للعدالة، سواء علي حداد، سواء ربو حداد، سواء زرشي، سواء واسمه اللجنة تاع الترشيحات اللي كانوا حاضرين، كامل الوزير ولد علي، كامل يعقبوا العداله. راه التصوير، هذا التصوير، هذه مش داخله معرفه، التصوير هذه تقيس الدوله الجزائريه، هذه راهي اهانه للدوله الجزائريه. التصوير ما فيش كلام، غالب التصوير هذا ما نقدروش ان كانش، هذا لازم، هذا لازم من العداله حساب، هذا لازم ما فيهاش. اذا قلنا التصوير يتعاقبوا عليه. باش نجيبوا رئيس اتحادي لازم، قلت ونعاود، لازم يكون انسان حيادي، انسان ما دخلش في الموفمون تاع بطوله واد كنيس، ما يعرفش الدومين تاع بيع وشري، انسان ما عندوش علاقه بهذه البطوله المنحرفه. هذا باش نسيروا اتحاديه الى بر الامان، والمنتخبات الوطنيه الى بر الامان. طبيعه الحال العقوبه لما تجي، راه مش وزاد شي برك يروح وحداد، يا البيرو الفيدرالي كامل، المكتب الفيدرالي كامل يروح. أنا باش نكونوا واضحين، برك مكتب الفيدرالي كامل يروح. التعنت مش مليح يا زرتشي يا حداد، إلا حابين تتعنتوا وحابين تشدوا في البلايص، راكم عضروا بلادكم. انتوما أصلا ضريتوا بلادكم سابقا، وراح أزيدوا ديروا فضيحة أخرى. والساعة ذاك الوقت ما ينفعكمش حتى العدالة، حتى تخشوا الحبس قليلة عليكم، قليلة حبس وقليل.
المهم ان شاء الله ما نروحوش نوصلوا للسيناريو ذاك، ان شاء الله يجي انسان نزيه. هذوك الاطراف راهو حددوا الان مازال يبوسي في الجماعه باش دخلوا له سرار هو بريزيدون دو لافاف. سما رانا رايحين ندوروا في نفس الحلقه المظلمه، باقيين ندوروا في نفس الطريق. حط هذا جيب هذا، باقيين هما نفسهم كيف كيف، غير بدل الاسامي برك. ناحيه زرش يدير سرار، هما كيف كيف غير بدل هذا. اذا لا، حنا رانا طالبوا برحيلكم كامل، رحيل المنظومه الرياضيه الفاسده. حنا نحوسوا رئيس اتحاديه انسان حيادي، ما هو تابع لاي فريق، انسان حيادي باش يخدم الكره الجزائريه ويخدم الاتحاديه الجزائريه. تبقى رؤساء الانديه لازمتهم هاي هذم كامل ايضا يرحلوا، بصح مع الوقت، ما موش وقت هذرك، مع الوقت ان شاء الله كامل رؤساء الاتحاد رؤساء الانديه هذم كامل يروحوا. اللي ما عندوش مستوى واللي جاي يشد في البلاصه الكرسي ويستنى في الدوله تعاونه، هذا كامل فني يروح، ما بقاش ان شاء الله كامل هذم يروح كامل كامل، ما يبقى حتى واحد. باش نبداو بخطوه صحيحه، باش نبداو مسار طريق صحيح، باش نبداو على اساس صحيح. لازم رئيس الاتحاديه يكون حيادي، المكتب الفيدرال تاعو يكون قوي، يكون متابع حتى فريق كما قلت حيادي، يكونوا رؤساء الفرق من بعدها والجمعيه العامه ناس يفهموا في كره القدم، وناس رؤساء الانديه يكونوا هما اللي يصرفوا من جيبهم الانديه تاعهم، وعندهم عقل احترافي. عقل احترافي يعني يكونوا رؤساء فرق محترفين باتم معنى الكلمه. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مازن من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.